السلام عليكم. اليوم غادي نقدموا لكم كيفاش كنحضروا البطبوط الخفيف. كنحتاجوا دقيق سبيسيال فقط مع الملح ديال الطعام، القدر على حساب الذوق على حساب الرغبه، وكنديروا الخميره ديال الخبز. الخميره ديال الخبز كناخذوا القدر اللي يناسب على حساب نقولوا لا كان الصيف ما كنكثروش، لا كان البرد كنكثروا شويه الخميره. انا اكتفيت ب نقولوا احنا هذا المكعب شحال فيه، المكعب اللي خديت فيه 42 غرام، انا اكتفيت فقط بالنصف. ثم تنخلطوا بشويه الماء دافي، بسم الله،
حسافتو بها في اناء بطبيعه الحال نغطيوها بفيلم ليمونتيغ ونخليوها حتى يتضاعف الحجم ديالها تخمر، ومن بعد عادي نوريكم كيفاش عادي نحضروها في المقلاه. سيادنا كتكون هذه هي النتيجة النهائية ديال البطبوط اللي وريتكم الطريقة ديالو غير بالدقيق سبيسيال. هانتوما كيفاش كيجي هشيش. نتمنى هاد الوصفة تكون راقت الإعجاب ديالكم وتحاولوا تجربوها، وإلى اللقاء في فرصة قادمة إن شاء الله.